هذا وأبدت الجماهير الحاضرة لمشاهدة سباق الفورمولا 1 من كافة دول العالم إعجابها بحسن التنظيم، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة للحدث الرياضي العالمي. السنة قاعد نشوف أحسن من السنة اللي طافت، وإحنا طبعا جايين من الكويت عشان هالموضوع، لأن إحنا بالكويت ما عندنا، وما شاء الله البحرين يعني سباقة بالرياضة، وإحنا نحب الرياضة. وشكرا على جهدكم وعلى الجهد اللي عاملين، ونشكر حكومة وشعب البحرين. والله أول شيء أحب أشكر حكومة البحرين والقائمين على السباقات الفورمولا 1. يعني بصراحة أنا كل سنة أحضر سباق الفورمولا 1 ومن المهتمين فيه، لكن هذه السنة بصراحة أشوف فيه يعني جهود كبيرة وملحوظة من حيث الدعاية ومن حيث الفعاليات الموجودة، وإن شاء الله يكون الحفل الختامي والسباق الختامي إن شاء الله يوم الأحد يليق إن شاء الله بحكومة البحرين والاستعدادات الكبيرة اللي مقدمينها لهم. فورمولا 1 هي عبارة عن مناسبة يعني عالمية، فالواحد يبدأ طبعا يحضر لها من وقت، لأنها تصير في كل بلد، فأنت حظك على فين تحصلها أو فين تقدر تلاقي تذاكر أو تحضرها، هذا نقطة الأولى. النقطة الثانية طبعا لازم تكون ملم برياضة السيارات عشان موضوع الرانكينج والنقاط فهي يعني ما هي شغلة سيارات بس، هي عبارة عن رياضة شاملة وفيها تخطيط وفيها ترتيب، وطبعا بالنسبة للأولاد حاجة جديدة يشوفوها، بالنسبة للعائلة كلها تروح مع بعض، فيها طبعا أشياء مصاحبة زي حفلات وجمعات، والناس كلها تيجي تتجمع، البلد كلها تتحول كلها بتتكلم عن الفورمولا 1، فهذا شيء صراحة يدي يعني شيء إيجابي للحدث. هذه السنة بتكون فيه يعني أشياء وفعاليات تكون أكثر عن كل سنة اللي راحت، بالذات إحنا يعني العروض اللي إحنا نشوفها إن في عروض الديناصورات وبيت الأشباح وأشياء ترفيهية حق الهال، فأتوقع غير عن كل سنة، فمتحمسين حق هالسنة أكثر من كل مرة. أطالع على السباقات والفورمولا، أحب أتفرج على السباقات من بيفوز والحفلات اللي يسوونها هناك، ودائما أروح ويا ربعي يعني نأخذ سياراتنا ونروح، يعني تشوف الشيء يعني بدل ما تسويه أنت وإنك يكون خطر عليك بس تشوفه متعة أكثر. يعني أكبر حدث هاي في البحرين، يعني يمكن أكبر حدث يمكن في الخليج بعد، يمكن أنا حجم الإعلام اللي على الفورمولا 1 والحجم المشاهير اللي يجون على أرض البحرين، يعني في هالثلاث أيام أربعة أيام أظن الأجواء احتفالية، فتحضر هناك إنك تحضر تشارك العالم في هالسباق وهالفرحة، يعني هو بس السباق، يعني في سباق في انترتينمنت، يعني في أشياء ترفيهية حق العيلة كامل، يعني ممكن تودي عيلتك أنت تستمتع بالسباق وعيلتك يستمتعون بالأشياء الترفيهية.